احنا اليوم كوقفه هاي وقفتنا احنا في البدايه ضد هاي العمليه اللي صارت باطلاق النارات، واليوم احنا عشائر البصره وعشائر القطارنه وقفتهم دعما الى القانون ومساندة القوات الامنيه في كشف هذه الجريمه. طبعا احنا بالنسبه لنا اللي تجاوز واللي فتح النار على دار الشيخ العام ما اعلن، وهذا يحتسب انه طلع من ناس جبناء ضعفاء اذا يردون يقابلون هذا العشيره او هذا الاسم فاحنا حاضرين. فاحنا نوجه كلامنا وتصريحاتنا الى الجهات المعنيه من قيادات شرطه البصره واجهزتها الامنيه وبمقدمتهم السيد المحافظ وقائد عمليات البصره للبحث على الجنات وتقديمهم إلى العدالة لأخذ جزاءهم العادل. احنا مو ما عندنا استنكار، لأن الاستنكار ما يفيد شيء. احنا أولا نطالب القوات الأمنية جميعا وعلى رأسها السيد محافظ البصرة بإلقاء القبض عن المجرمين وتقديمهم للعدالة. الاستنكار بعد ما يفيد، يعني ما استنكرنا كل الحكي ما فيه. تحديد المجرمين وإلقاء القبض عليهم وعقوبتهم. الحقيقة الوقفة ما تخص بس عشيرة القطارنة، تخص كل عشائر البصرة والجنوب والعراق عاطفة، لأن اليوم الشيخ العام ما يستهدف من قبل الجماعة، وخاصة الجماعة هاي مجهولة، إنه إذا كان يطلب شيء أو عنده طلب عشائري يعلن عن نفسه، فلذلك وقفنا هاي الوقفة مو بس عشيرة القطارنة، يعني كل عشائر الجنوب حاليا موجودة بمنطقة الفرات، يعني عندنا قبيلة سنانة موجودين، قبيلة بني أسد، قبيلة العشرش موجود عندنا، اللي جايين حسنا من قبيلة أبو محمد دراي السراي، كل عشائر البصرة، يعني خاف أنسى بعض العشائر. فهذا الشيء كل تستنكره، لأنه اليوم الشيخ العام أنت إذا تضرب الشيخ العام من يحل إطلاقك، والشيخ العام له قدسية خاصة، خاصة نحن عندنا الأعراف العشائرية. فلذلك هاي الوقفة وقفة سلمية احتجاج على هذا الشيء اللي صار، والشيء هذا يخص كل شيوخ العراق، كل شيخ عندنا هو علم، وخصوصا الشيوخ العموم. Thank you.